اتفضل اتفضل بقى، ورينا فين الزفتة المسودة دي. حاضر حاضر حاضر. هي كانت هنا نهار اسود ومهبب على دماغي. لا لا هو ايوه 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 من داري انا فاكر كانت في الحته دي في الجنب ده في الجنب ده ايوه الجنب ده. فين هي بقى؟ لا 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 هو الحمد لله الحمد لله. عم بندق. نعم. انت متأكد ان العدد ده كامل؟ ايوه طبعا متأكد. متأكد متأكد؟ صراحة لا مش متأكد اكذب. العدد ده قصة واحدة بس ما فيهوش حوار. ايوه انا فاكر العدد ده بالذات كان جدك صور بس لكن ما حطش الحوار. يا سلام كانت قصة حلوة قوي 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 لسه فاكرها لحد دلوقتي. كانت بتعرف ايه بقى القصة دي؟ احكي لكم. تحكي ايه؟ بليز احكيها. بس هي القصة طويلة حبتين. طب ما تختصرها. اختصرها؟ انت هتختصرها. في ايه؟ طيب حاضر هختصرها. يلا. كان يا مكان ما يحلى الكلام. لا بقولك ايه يا عم بندق، انت لسه هتفضل تقولي ما يحلى الكلام وهنحشي الحمام؟ انا تعبانه واخده برشام فلخص. لا خلاص ما دام خدت برشام لازم الواحد يخلص. شوفوا بقى كان في بطوط، بطوط ده كان ليه ثلاثه، الثلاثه دول ولاد اخوه، الواد سوسو وتوتو ولولو. لولو ده كان شقي قوي، ولد كان شقي جدا. هو لولو ده كان ولد؟ قطه. انجزي انت كمان، لولو يطلع ولد يطلع كلب مالكيش فيه، اسمع الكسه وخلاص. الثلاثه دول كانوا تملي يتخانقوا مع بعض، مش طايقين بعض. على ايه؟ على لعبه صغيره قوي كده. قام جه ميكي راح واخد اللعبه دي ومخبيها، وراح راسم خريطه وعمل لغز. اللي يحل اللغز يوصل للعبه. جم يحلوا اللغز لقوا في لغز تاني. يحلوا اللغز لقوا في لغز تالت ورابع وخامس لحد اخر المشوار حلوا اللغز الكبير. وصلوا للعبه. جيميكي راح واخد اللعبه دي، وعشان هما بدل ما كانوا بيتخانقوا وبدل ما كانوا بيزعلوا مع بعض وبدل ما كانوا مش طايقين بعض بقوا بيحبوا بعض، متكاتفين متحبين مترابطين. عشان كده ميكي عمل لهم لعبة كبيرة زي اللعبة الصغيرة دي للتلاتة، وادها لهم مكافأة عشان حبهم لبعض. خلصت الحدوتة. حلو قوي حدوتة جميلة. المهم بقى دودو ويويو وفوفو دول لقوا اللعبة فين؟ بصراحة أنا مش فاكر. ما تشوف يا أخي أنت في المسودة دي يمكن. ايه؟ لا هو في الساعة مبندول. ايه الساعة مبندول دي؟ ايه ده؟ مفيش أي حاجة هنا جوه. ومفيش حاجة فوق برضه. طب وسعها وسعها. عايز شاكوش. شاكوش شاكوش. في شاكوش هنا يا عم بندق؟ هو كان هنا في شاكوش. يا انت هتقعد تقول انا اتخيلت بشاكوش هنا. احنا جايين نرجع لك ذاكرتك. معلش. طمن. لا طمن طمن. هاني. ايوه. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة في حاجة جوه. طيب ايا كان اللي جوه واضح ان هو حاجه صغيره. بص يا جماعه لو ما كانش اتليست حته الموزة قد كده يبقى احنا اتخرب بيتنا. ايه ده؟ ايه الهبل ده؟
هات الهبل ده. استنى كده رجعها هاني. يا جماعة في حاجة جوه. حاجة جوه ايه دي حصالة؟ هو جدكم كان شال الكنز وهو في تالتة ابتدائي؟ نكسره. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. استنى هاني عشان نبقى بوزيتيف بس، ايا كان اللي جوه واضح ان هو حاجة أصغر من اللي أنا توقعتها، بس هو لو ما كانش اتليست حتت الماس صغننة كتير كده من ورا يبقى احنا اكيد اكيد ديفينتلي اتخرب بيتنا. مفيش، خلوا بالكم بس عشان النطوره اللي هتحصل. يا رب. في حاجه ده جنيه ذهب. طب بكام ده؟ ده بحوالي 2282 جنيه. 2280 على 4 يبقى 570، ويبقى انا كده خدت حق يا جماعه، ويبقى فاضل لي جنيه وانا مسامح فيه. يعني احنا قاعدين ندور على كنز عشان في الاخر لما مؤاخذه يطلع جنيه ذهب. اه ما اكيد اللي كان عامل اللغز ده كان طارق علام. طيب يا جماعه استنوا يا جماعه، اكيد لو كسرنا الجنيه هنلاقي حاجات اكيد اقل من الحاجات اللي احنا كنا متوقعينها، بس ممكن نلاقي حاجه يعني. خلاص ما تزعليش نفسك يا نيلي، احنا عملنا اللي علينا وده نصيبنا، هنعمل ايه تاني يعني؟ نيلي انت ما خسرتيش حاجه على فكره، انت كسبتي اهلك وناسك، كسبتي شريهان وكسبتي هاني وكسبتي معانا جنيه دهب على فكره. هو المهم لمه العيله، جدك اساسا ما كانش متصور ان انتوا هتتقابلوا وتحبوا بعض بالشكل ده. انا مش زعلانه خلاص يا جماعه عشان ما لقيناش الفلوس، بالعكس انا مبسوطه عشان مشينا الرحله دي مع بعض، وكمان انا اتغيرت وفهمت الدنيا ماشيه ازاي، ومبسوطه اكتر ان انا عرفتكم. ممكن اقول لكم حاجه بس ما تزعلوش؟ انا بجد عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان انا ينفع اسلم عليكم اصلا، بس دلوقتي انا ما اقدرش اعيش من غيركم. انا بس كان نفسي في الفلوس عشان كنت طبعا هتخرجي بابا من السجن. لا عشان اجيب النيو كولكشن الصيفي، لان انا لابسه لبس الصيف اللي فات ودي بالنسبه لي حاجه مهينه جدا، وبالباقي كنت هطلع بابي. لا انا اتغيرت الاول، لما لو لقيت فلوس هطلع بابي، وبعدين بعد كده هبقى اجيب لبس. انا كمان يا جماعه اتغيرت، ولازم يا هاني اجيب الكولكشن، لاني خلاص من بعد ما دقت النظافه مش هينفع البس الفيزون تاني. وانا كمان اتغيرت وبقيت نتن، ممكن نمشي من المكان القذر ده عشان اروح استحمى. ايوه صح، يلا بينا يلا. انا لسه ما اتغيرتش يا جماعه، استنوا لما ولا اتغيرت. هاني ايه؟ هات الجنيه الذهبي يا حلال عليك. يعني جدكو ده يعني الراجل الميكي دوت ما كانش قادر يملى لنا التماثيل الكبيره دي ذهب بدل العروسه الصغيره اللي حاطط لي فيها نص جنيه ذهب؟ ما تزعلوش مني يا جماعه. ميكا عمل لهم لعبة كبيرة زي اللعبة الصغيرة دي للتلاتة، واداها لهم مكافأة عشان حبهم لبعض.
انت بتعيط ليه بس دلوقتي يا عم بندق؟ ما احنا لقينا الفلوس اهي. دموع الفرح يا بنتي. انا ما كنتش متصور ابدا ان انتوا ممكن توصلوا للفلوس دي. وجدك جدك الله يرحمه تعب قوي 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 على ما بدل فلوسه بالفلوس الذهب دي. وقعدنا 7 ايام نحشر البتوع دول بفلوس الذهب. حتى عارفه ده اهو ده بالذات بقيت احط فيه كده واحشر كده زي ما اكون بتعمله منبار واحط كده واحط كده اهو كده اهو. ده اتعور ده اتعور من كتر والله. عارف ده بيتعور بقاله كام سنه؟ شوف كده ايه مالكم؟ ما انتوا سالتوني على الفلوس الذهب وانا ما قلت. انتوا كنتوا بتسالونا على الالغاز. الالغاز بتسالوا الالغاز ما سالتونيش على الفلوس ده. صح صح صح. ايه ايه يا جماعه في حاجه جوه؟ جوه فين؟ طب هاتوا بقى يا حلي هنا على الترابيزه وقلبوا كده ونرج ونشوف في ايه. ماشي بس بقول لكم ايه؟ مين؟ انتوا فتحتوا التماثيل الكبيره سيبونا انا وسيف نفتحه ده بقى. ماشي افتح مين؟ تعالى بس كده افتح. ايه؟ مش هعمل حاجه هم اللي هيعملوا. يعملوا ايه؟ نعمل ايه؟ ايوه اه اه ادي السكوس يا شوشو. حرام عليكم حرام عليكم. اسمع طه فين هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت متاكد ان احنا ماشيين صح ابو الدهب بيه؟ عيب هلا انت مع ابو الدهب اللي ما تفوتوش فوته. اصبر على حقي لك هتاخده من بوق السبع. ايه القصه بتقول ان الكنز في قريه اسمها بيبيتو خواريز في صحراء المكسيك. ما كفايه خواريز بقى ابو الدهب بيه. اخلص. ايوه يعني قدامنا قد ايه؟ هانت كلها يومين بكتير. يا نهار اسود يومين؟ اه. طب هات شويه ميه من اللي معاك. انا مش لسه بديك ميه من 7 ساعات؟ ايوه خلص. هات شوية مية بس قبل السفايف. اخرس امشي. ها ها ده حمار مكسيكي يا غبي هيفهمك تقول له ها. امال اقول له ايه؟ قول له خا خا اه خا حاضر خا خا خدني يا رب. Yeah.
السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. هاي. ازي حضرتك؟ كويس. مش فاكراني انا الشيف صاحب سيف؟ صح. ايوه صح. مش انت اللي كنت تتدرب في الجراج؟ ايوه كنت قاعد في الكافيه. ممكن تفتكري دي كمان؟ ايوه صح. صح. When you were stalking me. أيوة انا ونامي. صح. I remember. ازيك؟ اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ انا كويسه. انت عامل ايه؟ حد امك ممكن تطلب منك طلب؟ شور اتفضل. ممكن نرقص على البتاع ده وحات امك وحات امك نرقص انا وانت وحات امك. شريف ام سوري انا مش عايزه ارقص خالص النهارده خالص. ليه؟ طب انا هحكي لي حاجه سريعه جدا. انا دلوقتي عمري ما عرفت ولا واحده. لو كنت اعرف حد كنت جبته معايا الفرح ده كنا انبسطت معاه. بس انا ما اعرفش حد خالص. ما عنديش اي علاقات. انا مره كنت اخش في علاقه ها والبوليس جه وبعدين كان في جثه بتاعت خليل كوميدي وحاجه مصيبه. بس انا غلبان والله العظيم. انا عايز ارقص مع اي واحده عشان خاطري والنبي. خلاص 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 حرام. خلاص اوكي هرقص معاك بس مثلا واحده بس. موافقه واحده امك؟ ايوه يلا يلا اوكي. جاست وان جاست تن براحتك. يلا ماشي. عايز ترقص ايه بقى؟ يلا تعالى. عادي زيهم سلو دانسينج عادي. مش عايزه رقص معانا يعني. ممكن ارقص معاكي مايكل بريك دانس. ايه مايكل؟ ايه رقصه مايكل دي؟ ما مايكل جاكسون. مايكل ليه؟ ايه ممكن اعمل لك دي ها؟ وممكن اعمل لفه بقى اللي هي ايه والسحبه. عارفه اللي هي ام ساحب كده سحبه. ماي جاد فقريه والله. كنت هلففها على الستيج ده. يلا بينا. لا يلا بينا ايه؟ نرقص سنو زيهم. لا السنو ده حرام. يا بنت انا جوزك. لا يا ابني حرام. دول خواجات. لكن السنو ده حرام. وخالتي انحرفت بترقص سنو مع جوزها. حرام. سيبك انت من الكلام ده. مبسوطه قوي ان احنا اتجوزنا يا دبدوب. الخطوبه كانت طويله وممله. انت بقى الايام دي الايام اللي جايه كلها دلع. عامل لك مفاجاه. انما ايه؟ حاجز لك سويت كبير بحمام في فندق سجل على المريطيه. الله. بس انا كان نفسي في حاجه يعني على البحر. يا بنت ما سويت على المريطيه عدل. ايه ده ترعى فيو؟ امال نخلص بقى الهانيمون تروح شقتك الجديدة حاجة 75 متر في برج المدينة اللي على البيني. إنما إيه تشوفي منه الهرم الأكبر. بس لازم تقفي بشباك المطبخ وتشبي قوي يعني أو تجيبي حاجة وتقفي عليها. الله الحمد لله يا رب الحمد لله. أنا مبسوطة قوي إنك هتسكنني في البيني. ده أنا كان كل حلمي أوضة وصالة بس في تعابيش. ولسه بقى في مفاجأة أكبر. إيه بقى؟ قدام عربية بجو 504 5 راكب موديل 78 إنما إيه حديدة تخش بيها في الحيطة. الحيطة ما يحصلهاش حاجة. طب وليه المصاريف دي يا هاني؟ حرام كده هنفرتك الفلوس لتبذير وبزخ. على فكره بزخ ايه يا بنتي؟ دي لقطه ب 16000 بس. طب ومالها المكنه بتاعتك؟ ما هي مقضيانا اهي وما اشتكتش. على راي المثل خد بالتل يا اختل. عندك حق يا شوش. بس احنا لازم نفكر في المشروع برضه عشان الفلوس اللي معانا ما تتفرتكش. صح. انا بفكر نجيب كتاكيت. الكتاكيت تكبر تبقى فراخ. الفراخ تبيض. نبيع البيض نشتري كتاكيت. الكتاكيت تكبر تبقى فراخ. ما تعرفيش البيض مربح قد ايه. ده مشروع رائع والكتاكيت كمان مربحه. مظبوط. عسل. يلا بقى ناخد لفه. لا مش هينفع خلاص. يلا ارقص كده. ارقص السلو اهو. ده سلو محترم. يلا. وحشتيني قوي يا صباح. انت كمان وحشتيني قوي 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 يا سعد دل. حبيبتي بقول لك ايه يا سعد دل. اتفضلي. أنا أصلي حبيتك قوي قوي. أنا كمان. ونفسي أقولك على شوية حاجات كده حصلت لي في الماضي. قولي. هم حاجات بسيطة لا تذكر يعني. 12 قضية بس. ما تقوليش. أنا شفتهم فلاش باك قدامي كده. أصل أنا كمان الحقيقة حصلت لي شوية حاجات في السجن. تعرفت على ناس أصدقاء. حصلت لي شوية حاجات. بس أنا قلت لنفسي طالما in public و no feeling دي بس وقت. بس الحياة كان وحوش. بس اوكي اوكي ما تقولش. ما انا مجربة السجن وليالي وعارفة اللي بيجرى فيه. واسأل مجرب ولا تسألش طبيب. نيلي انا فرحان قوي مش مصدق نفسي. حاسس اني بحلم. حاسس ان ضربات قلبي مش منتظمه ونص وشي الشمال منمل وايديا بتترعش جامد. يعني ايه يا سيف؟ هيجي لك جلطه من الفرحه؟ ما هو انا كده لما بفرح زياده بيحصل لي مضاعفات. لا يا سيف لو سمحت. ايه ده؟ مش هينفع يحصل لك اي حاجه وحشه النهارده. انا عايزه بعد الفرح انزل صوري على انستغرام وكل الناس تعرف ان انا حياتي بقت كويسه ومظبوطه وان كوين ان از باك. وان شاء الله لما نرجع بيت بابي هبقى اطلب لك دكتور. بابي ايه؟ لما نروح بيتنا. ما هو بيت بابي هو بيتنا. لا بيتي انا هو بيتنا. لا معلش نو واي عايش في البيت الصغير الكلاسيك اللي كله كتب ده. انا بحب المودرن. تاني يا نيلي تاني
رجعت للعجرفة دي تاني؟ سري حبيبي أنا أعيش معاك في أي داهية. أنا بعرف أزبطك إزاي. شريف يا سو يلا يا مامي يمي مرفلاي. ايه ده انت مين؟ صحيح مين اللي جو ده يا جماعة؟ ثم ده فرح مش افتتاح محل. معلش يا بابي بس شكله حلو معانا في الصورة. يلا اوكي العفو. شريهان تعالي معايا بليز، عايزة قاعدة للدريس. ماشي أنا رايحة التواليت. باي 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 يا خال. مبسوطين قوي، مبسوطين انكم حليتوا اللغز. اضحكوا وانبسطوا، انتوا مش عارفين ايه اللي هيجرى لكم لسه. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش ده جدو ميكي؟ تقريبا. انت مين يا حاج؟ انتوا اللي مين؟ انا نيلي. وانا شريهان. وانا فطوطه. نهار اسود، جدك لحس لي مخ. يلا يا بت يلا. اوعى حد يقول حاجه، اوكي؟